مشاهدينا ضيفتنا هلأ مهضومة كتير، قريبة من القلب، حلوة كتير ومتفوقة كمان. منرحب سوا بالمشتركة بمسلي بون أماني جدعون. أماني جدعون عمري 22 سنة من حوش حالة زحمة، تلميذة الروزير قنة الحمراء، دارسة Electrical Engineering بالجامعة اللبنانية وعم كفي Masters in Energy and Power بالأيوبي. أماني جدعون الطول 1.72 سنتيمتر، الوزن 52 كيلوغرام. قضيتي لهالسنة تهتم بمساعدة الأولاد ذوي الاحتياجات الخاصة وتأهيل وتوعية الأهل ليتعاملوا مع الموضوع بأفضل الطرق. هو بحياتهم نعمة مش نقمة. أماني جدعون عم بتكفي ماسترز بالهندسة الكهربائية أيوبي. أماني أهلا وسهلا فيك. أنت دايماً الأولى بالمدرسة بالجامعة، حتى قدرت تحصل على سكولرشيب لأنك الأولى، ولكن للأسف ما حالفك الحظ بمثل لبنان، برأيك ليه؟ أول شيء بونسوار، أهلا وسهلا فيك يا أماني. بنقول لك مبروك، يعني مشاركتك بمثل لبنان هيدا إنجاز خطي. أول شيء بس بدي أقول شغلة، إنه يمكن العالم شافوا مثلي بون بظرف ساعتين، شافوا هالصبايا بظرف ساعتين بس أنا شخصياً عشت معهم شهرين. اكتشفت قدي كل صبية قديش حلوة من برا وقديش حلوة من جوا، قديش مسقفين مهضومين قرب من القلب. فمرة سألوني سؤال إنه إذا أنت محلنا بالجوري هيك بالتمرينات مين بتختاري؟ انصدمت شوي، قلت لهم عن جد كثير صعب قراركم، عن جد كثير صعب قراركم، بس اكيد في لجنه حكم وهي تتبع معايير معينه واكيد بنحترم لها رايها. اكيد. وبالنهايه مثل ما قلت مجرد انه شاركت هيدا ربح. هيدا ربح اكيد لك اماني. خبرينا انه مش عرفنا انه مشاركتك بمثلي بون لها قصه مؤثره، هيك حابين نعرفها. ايه مزبوط. انا قصتي شوي بتختلف عن قصص العالم انه اهلها شجعوا او هيك، لا انا صراحه كنت كثير بعيده عن هالخبريه. اختي من ذوي الاحتياجات الخاصه. بدنا نحييها. ايه هاي انا واماني بدنا نحييكي تحيه كثير كبيره جوزيفين، واكيد اليوم عم بتتابعي. قبولاتنا وسلاماتنا لك، ولو ما انت ما كانت اماني معنا هلا. تفضلي اماني. فهي بالاكسوفيل مدرسه. كل سنه بيمثلوا مسرحيه مع جورج خباز. نعم. السنه كان لهم سنه الماضي شاركت معهم مس لبنان السابقه ساندي تابت. صحيح. فكثير انبسطت اختي بوجودها. خلصت المسرحيه اجت تعمل لي انا سنه الجاي بدي انت تكوني محل ساندي تابت. تفاجأتي لما قالت لك هيك؟ انه ما كنت متوقعه لانه انت مش بفكرك الموضوع اساسا. ابدا، حتى اختي انه ولا مره بتشوفني هيك لانه بتعرفني بدرس كثير وبقضيها درس ولا بتحكوا بالموضوع سوا ولا شيء ابدا. اما بس قالت لي هيك، واختي يعني قليلة تجي تطلب طلب او تدفعك عشان طلب يعني كثير كبير. ماشي. مش اي طلب هيدا. رحت وقدمت كرماله. وكيف بدنا نشوف شو قالت لي، كيف كان ردة الفعل؟ ليك اول ما انقبلت وصل التليفون، اول حدا دقيت له هي بس تخبرها يعني. ردة فعلها كيف كانت؟ اختي ما صدق اصلا، ما كنت بعيدة عنها يعني. ما خبرتها حسيتيها شو قالت لك؟ ما اختي بس كثير تنبسط، ما بتقعد تقدر تحكي ضحكتها ما تطلع يعني. فهيك وبس شفتها اصلا على ظرف شهرين، كل ما اروح على التمرين تجي شو؟ خبرينا شو صار معكم؟ انت اشطر وحده. لا ايه اكيد. قد تحملت اليوم مسؤوليه غير ما نحكي عن الحفل بحد ذاته بس تجاه اختك، انه اليوم كثير هي محمصه كرمالك وبنفس الوقت انت ما كنت مفكره اصلا بالموضوع. مزبوط. هلا شوي ثقيل شوي انه عطلت هم انا وظهرها، مش زعلانه او شيء، عطلاني هم بس اختك ردت فعلها. ردت فعل اختك اذا كانت رح تكون زعلانه ولا لا، وحقها يعني انه بالنهايه. فوصلت ظهرت، حقك تفكري هيك كمان، ظهرت شوي بلاقي اختي ضحكتها لهون
وركضت علي وغمرت لي. خلص نجحتي. شوف بي زعلان واختي مش زعلانة. خلص. كتير انبسطت. يعني كأنك فزتي. مظبوط. عرفنا نحن خبرونا البلوجرز يلي كانوا هيك عم ياخذوا انترفيوز معكم قد ايه هن تأثروا بكلامك يلي حكيتيه، هيدا كان قبل ما تشوفي اختيك ولا كيف بأي ما؟ البلوجرز شافونا قبل بنهار من الحفلة. قبل بنهار يعني قبل. وحكينا معهم كانوا كتير مهضومين، بوجه لهم تحية أكيد. فعلا تأثروا كتير بكلامك أماني. كيف كانت التجربة مع البلوجرز؟ صراحة ما كنا عارفين يعني بذات النهار قالوا لنا عندكم هلأ مثل انترفيو مع بلوجرز كرمال تينقوا مس انفلوينشل، كانت شيء جديد انه نحن حاضرين مس ليبان قبل ومنعرف القصص، هي كان شيء جديد. فتنا كان كاميرات وتوقعنا انه بس شيء عم نحكي بين بعض بدون كاميرا وبدون تصوير. بين بعض كان تصوير واسئلتهم كانت شوي انه غريبة، مثل شو مثلا؟ مين بتعملي فولو على انستا؟ مين تعملي بلوك على انستا؟ كان شوي اسئلة سوشيال. بس هني بلوجرز 100% بس yeah. انا يعني انه هي شوي بعيد شوي يعني معودة يعني على الدرس. مزبوط. فكانوا هيك بس مهضومين يعني عن جد وتفاعلوا معنا كتير. أماني لو حالفك الحظ أكثر من هيك بمس ليبان كنت رح تتبني قضية ذوي الاحتياجات الخاصة لمساعدتهم، وحضرتك بفوق لوميير من فترة من كم سنة. مزبوط. خبرينا شو تعلمتي منهم، يعني خبرتك معهم كيفية؟ هلا هي أكيدة إنه وجودي بفوق لوميير من وراء أختي أكيد. قد إيه صار لك تقريبا؟ أنا من وقتها ما كانت مام حبلة فيي أنا بفوق لوميير، يعني كانت تروح الماما فوق لوميير وأنا معها. فمن أنا ويعني قلت 23 سنة بفوق لوميير. يعني صار لك 23 سنة بفوق لوميير. بكرة بطبق لك 23. عبال المية. هابي بيرث داي. فا فوق لوميير جمعية يعني ما فينا نوصفها بالحكي غير ما تروحوا وتشوفوا. هالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة منهم أشخاص بدنا نساعدهم أو ناقصهم شيء، بالعكس نحن ناقصنا إنه نتقبلهم ونعملهم مثلنا مثلهم. فمجرد إنه نعطيهم من وقتنا، مجرد إنه نلعب معهم، نتسلى معهم، ننبسط معهم، ناكل معهم، شو ممكن تتعلمي منهم؟ هالأشخاص عن جد تتعلم منهم أول شيء إنه تحبه من دون مقابل، لأنه هن بحبوك ما بينتظروا شيء منك. صحيح. ماشي ماشي، هيدا أول شيء، وبيعلموك إنه انبسطي، مو بقى تفكري بشيء، كوني دايما متفائلة بالحياة. فأنا بنظري كل عائلة عندها ولد من ذوي الاحتياجات الخاصة يعني نحن بحاجتهم مش هن بحاجتنا، عنده النعمة ببيتهم. حلو كتير الحكي اللي عم تحكيه يا أماني. يعني اليوم نلاحظ للأسف إنه في كتير صبايا تركيزهم ما بتلاقيهم العالم، ما بتلاقي الموضوع اللي أنت عم تحكي عنه أو حتى القضية اللي كنت أنت بدك تشتغل عليها لو تم اختيارك ملكة جمال لبنان، تركيز أكتر بكون السوشيال ميديا، الشهرة، كيف بدنا نعرف ننشهر. ذكرت أنت إنك بعيدة شوي عن هالموضوع، لكن بتحسي اليوم من بعد ما شاركت بحفل انتخاب ملكة جمال لبنان ممكن هيك تركزي أكتر على السوشيال ميديا؟ بعرف إنه بتحب الدرس كتير وهذا الأساس أكيد. لك تخبرك شغلة، كانت الحفلة الأحد يعني التنين ماكسيموم كل الصبايا نزلوا صور على إنستا إنه بالكومبيتيشن أو من بعده. أنا لحسي بعدك لهلأ ما نزلت. أنا يعني صار يقولوا لي أماني إنه وينك. أنا صراحة لأنه تأخرت فترة عن الجامعة فكان عندي جمعة راس درس فنسيت إني شاركت حتى بمس ليبان. لامبارح كنا مع الملكة بيرلا كانت عم تستلم السيارة تصورنا فنزلت صورة. منيح. هيك رجعت خليت العالم تعرفي لي. هلا هو حلو الواحد يعمل توازن بين الاثنين كمان طبعا، ما الحلو الكل يكون مركز بس على الشهره ومركز على العلم والثقافه. بس بعتقد كمان الاشخاص اللي بحبوك بيكونوا ناطرين لحتى يعرفوا اخبارك ويشوفوا شو عم تعملي. في مشاريع اليوم عم تركزي عليها غير الجامعه والدراسه؟ يعني هلا عم ركز كثير على الجامعه لانه فتت ماستر وماستر كمان شيء صعب شوي اكيد. نحن نقول انه درستي هندسه الكترونيك وهلا عم تعمل الماستر بالاي او بي. مزبوط. ما هيك يعني عم تكملي كمان بغير جامعه، درستي الاختصاص مزبوط. بالجامعه اللبنانيه وانتقلتي للاي او بي. هيك خبرينا شوي عن اختيارك عن دراستك لوين بدك تكملي كمان وتوصلي. ليك اول شيء يعني 5 سنين الهندسه باللبنانيه، يعني اللي بيعرف اللبنانيه بيعرف شو يعني 100% خاصه الهندسه. يعني مام 5 سنين يمكن اشتقت لي.
بس تعبت ولقيت انه بالنهايه هلا انا مهندسه من الجامعه اللبنانيه بفتخر فيها. نعم. وصحت لي فرصه انه كفي بالايوبي اشتغل بالايوبي وكون عم بتعلم وتكملي دراستك. فلقيتها فرصه كثير حلوه وفتت فيها، بس كان في شوي فرق بين اللبنانيه والايوبي اكيد، بس اكيد دغري عم بتاقلم وان شاء الله خير. ما في شك شخصيتك كثير بتاكد هيدا الشيء انه بتتاقلمي بسرعه، والتاقلم بسرعه هو دليل ذكاء كمان اكيد. طبعا نحن اماني بنتمنى لك كل التوفيق وشكرا لوجودك معنا. ميرسي كثير. مشاهدينا نحن بنكمل حلقتنا بعد فاصل اعلاني.